انت عايزه تديله ولا ايه؟ ابو العيله انت اللي جابك هنا يا ابو العيله. داري هولع في العمده دي، هولع في العمده وجايب معاه المونوتوف. لا يا ابو العيله، ابو سيادتك ما توديش ده نفسك في داهيه يا اخوي. او دقنك في داهيه ما جراش حاجه. خايفة عليا ما تخافيش عليا يا فاطمة. خايفة عليك. بصي ما تخافيش يا فاطمة، هو اللي بحثي في المونوتوف، أبقى واخد بالي مش هروح في داهية، المونوتوف مش هيمسك فيها فاية، ما تقلقيش. يا أبو العيل امشي يا أخويا من هني وأنا هخلي بالي، ووعدك مش هيلمي الشعرة من راسي. وهيلمي الشعرة من راسك يا فاطمة؟ لا ما تخافش. فاطمة أنت شعرك أصله سايب يعني، وريني. ما هو سهل اللمسة، هو هيلمي الشعرة من راسي. أنا جاي لك يا فاطمة. استخبي يا أبو العيل. قولي له أخوي. أقول أخويا يا أني هالسخافة، أني هالسخافة فيه. اصبري 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 اصبري، استني استني، ما تجيش لحظة ما تخش في الصورة دي. في الصورة؟ استني استني. جاي جاي يا أبو العيل. استني، أنا دخلت مكان طائر النهضة أهو، استني. حلو جديد؟ وريني الناحية التانية. الناحية التانية؟ أيوه. كده كويس؟ عايزة فاس يعني ولا بروفايل؟ ركز على أي بوز؟ أهو بوز دي. حلو جديد؟ أعمل لك لاي. اعملي لا. يلا بس أحسن قبل ما العمدة يخش يعمل لنا كومين. يا فاطمة. أخيراً بقينا لوحديني. تعاليلي يا بطي. استنى بس يا جناب العمدة. إيه اللي استنى دي؟ أنا أقول لك تعاليلي يا بطي. أنت قولي لي واني واني هي. ما شفتيش العرجوز؟ بكركر يا اسطي. تعاليلي يا بطي. استنى بس يا جناب العمدة. إيه دي؟ إيه اللي جاب صورة أبو العيلة هيني؟ ها؟ ما أنت شلتها من كل حتة يعني يا عمدة. إيه يعني المشكلة؟ ما أنت حتى شلتها من أمها في الميكروباصات. خلي حاجة هي للذكرى للعيال. عيال ايه وقولي لي ايه؟ ايوه دي صوره ابو العيلة. اي أيوة والله دي زي ما يكون حقيقي. سبحان الله. يرحمكم الله. شاكرين يا عمدي. العفو، اول مره اشوف صوره تعطس. شاكرين يا عمدي. العفو. لا اصل دي كلها تهيؤات. ايوه تهيؤات. انت فاكر الصوره بتكلمها؟ ايوه دي تهيؤات. اصل الصور زمان كانت ما تتكلمش خالص، الدنيا اتغيرت. الفوتوشوب بقى. انت عارفه لو ما كنتش عارف انها صوره كنت افتكرتها حقيقي. يا عمدي ايه اللي انت بتشربه في يدك دي؟ ها؟ ده مشروب يا جمر كده بس عشان يديني حماس. حماس؟ وما بتشربوش ليه يا اخويا عند الست عزه؟ قطعه عزه وسنينها، ما تجيبليش سيره عزه دي احسن تيجي على السيره. جت قليله، انا بحبك انت بس يا جمر. تعالي لي يا بطي. استنى بس يا جناب العمدي. اقول لك تعالي لي يا بطي. استنى يا عمدي. افتح يا عمدي. وده وقته. بقول لك افتح يا راجل. حاضر حاضر. جبت في سيرتها؟ اهي عزه جات يا اختي. استنى عندك. لا 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 يا عمدي. افتح يا راجل يا ناجس. لا 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 ما يفتحش يا عمدي. افتح بقول لك. مش هاني دي الصورة. عايزة ايه يا عزة في وقت زي دي؟ في اوضة النوم يا ناجس؟ طب استنى لما تروح الزريبي. انت مالك انت؟ دلوقتي انت جاية ليه وعايزة ايه؟ عايزك يا عمدي. عايزاني في ايه؟ اه عايزك وخلاص. ايه اللي عايزاني وخلاص كده؟ يعني حبكات دلوقتي؟ ايوه حبكات والليلة. الليلة يا عمدي. طب اقول لك ايه؟ اسبكين انت يا الدار وانا هحصلك على طول. عارف يا عمدي لو ما جيتش هعمل ايه؟ هولع لك في الدار. لا ما يصحش، انا هاجي وراك على طول على طول. خلي بالك خلي بالك من النفق اللي بره ده عشان تتحشري فيه. تعالي لي بقى يا بطي. استنى يا جناب العمدي، ما تاخدنيش في دوكك. كانت عايزاك في ايه الست عزه دي؟ كانت عايزاني احول لها بس كده رصيد كده على الطاير. ايه والله. ايه دي؟ ايه دي؟ ميس دي كول. ما اقول ايوه ميس دي كول. استنى استنى عافيه شويه.
ما بعافيه. اصبر ما صفي. والله زمان والله. بقول لك بس هو في سوق ايه؟ ده ميس كول تاني. ايوه بس انا عشان الاولاني ما سمعش. اول مره اشوف صوره تدي ميس كول. طب انا مشغول دلوقتي بالدخلي. خليك صوره بس ما تعملش عم تتشجعش. تعالي لي يا بابا. استنى يا عمدة ما تغيرش الموضوع واسمع مني. ها انا زي الشريك يا اخوي وما احبش الفريق. وانا كمان ما بحبش الفريق. اي والله. والله ايه بتحب ايه يا عمدة؟ انا احب الرز. لو عليها شويه ملوخيه كده يا سلام، وفرخه محمره كده بتلاقي، ايوه وشويه سلطه كده حلوين، وكيف شويه مخال. عارف الراجل بتاع باب الشعبيه اللي بتاع المخالي؟ يبقى جيب لنا من عنده. والله انت صوره بتفهمي. والله انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش والله. ايوه وانت يعني ولا انت مش عارف بتقول ايه اللي هتقول؟ ايوه بروح كده. تعالي لي يا بطي. فين يا عمي؟ يا ابني حرام عليك يا ابني، موتنا يا ابني والله حرام عليك. اصبح المدوح قرب يخرب السقف وانا الفسافيس بقت اكبر من وشي. وانا عايز اتجوز. واحنا عايزين جهاز. وانا عايز اعرف ايه دي. بس يا ولد واحد واحد. يا ولد يا ولد زمان عفنت في ايدك دي اللحمه يا ولد. ايوه دي اللحمه يا ولد. قولي لهم يا فاطمه، قولي لهم يمشي مش وقته. يمشوا ايه؟ انت لازم تشوف طلباتهم واحد واحد يا جدعان. وست العمده هيقول لكم كل حاجه. ست العمده عايزين فلوس. انا يا اخوانا مستلم الدار خراب يعني مفيش حاجه. ايوه انا لقيتها. ايوه والله لقيتها الجمله. كل مشاكلكم هتتحل. انا رايح قريه مجاوري هاخد منهم 200 مليار وراح ادوها. ايوه كل واحد فيكم هياخد كوب. لا 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 انا هدي كل واحد 10 جنيه. حلوه كده يا جناب العمدي. ما تقولي له وانا مالي ايه وتخلصي يلا في اليوم. شايفه العيال اللي بتفهم؟ قولي لي وانا مالي ايه يلا. تعالي لي يا بطي. يا جناب العمدي يا جناب العمدي اتحدى يا جناب العمدي. يا غفير الغفر انت في قله يا جناب العمدي. مندسه قائم حصره مديريه الغفار وبيسجلها بالطوب. خليهم يسجلوها بالطوب ونخلص من الغفر اللي فيها كلية. يلا.